سيادة الرئيس، أنا نفسي أحقق حاجات كتير في حياتي، بس جوايا خوف وقلق، وطول الوقت أنا طالبة من حضرتك بخبرتك نصيحة أبوية، إزاي أتخلص من الخوف اللي جوايا. وشكرا سيادتك. خايفة من إيه؟ دي أنت شابة صغيرة لسه، الدنيا كلها قدامك. اتفضل استراحة، اديني فرصة بس. الدنيا قدامك. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ سالي. سالي، اهلا وسهلا. تفضل استراح. يعني يؤلمني انك انت تبقي قلقانة وخايفة. مش عايز اسألك قدام يعني المجموع خايفة ولا انا من ايه؟ زي ما بقول لك كده، انت يعني انت قد بنتي صغيرة خالص يعني، فلسه العمر كله قدامك وتقدري تحققي فيه كتير. ما تخافيش ابدا من ان كان على مصر. انت من مصر مش كده؟ طيب انا عايز اقول لك على حاجة، جوه مصر ما تخافيش، لان الدولة دي بفضل الله سبحانه وتعالى حافظها ربنا سبحانه وتعالى، وإلا كانت راحت زي ما غيره راح. مش احنا اللي حافظنا عليه، انا بقول لك. وانا كان اي حد في مكاني يقعد يقول انا اللي عملت، مش كده؟ لا والله، اللي حافظ على مصر ربنا، وله الشكر والحمد والثناء العظيم انه عمل معانا كده. فان كان على مصر ما تخافيش عليها، الأمور من بفضلك يا رب، من حسن لأحسن، وإحنا موجودين عشان نفضل نشتغل ونبني ونعمر لغاية لما نحقق الحلم لينا كلنا. فأما يعني أنت عايزة جلسة؟ عايزة جلسة يعني؟ لا ما تخافيش.